بعد الشمال وبيروت، انتقل المتطوعون السوريون في فريق ورد للدعم النفسي والاجتماعي إلى بلدة أرنون الجنوبية، حيث المخيم السنوي لمجموعة من المؤسسات اللبنانية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. نحن مع فريق ورد وبحملة خبز وملح عم نعطيهم دعم فاعلي، عم نساعد بالنشاطات، عم نساعد بالتفريغ، رح نعمل مسرح تفاعلي. يهدف المتطوعون في الحملة للمشاركة في أكبر عدد من النشاطات الاجتماعية للتعبير عن تقديرهم وشكرهم لجهود المجتمعات المضيفة. وقد لقيت الحملة ردود فعل إيجابية من الشركاء المحليين الذين شددوا على أهمية التعايش بين المجتمعين اللبناني والسوري. هدول شباب واعية وعندهم يعني بعض نظر وعم بيعبروا عنه عمليا مش بالحكي، عم بيجوا يلا حطوا ايدهم معنا عم بيساهموا بالمخيم. يشارك 30 متطوعا سوريا من فريق ورد في حملة خبز وملح، وبإمكانات محدودة جدا يسعون لمواصلة نشاطاتهم على مدى عام كامل. حملة خبز وملح مستمرة، ويخطط المتطوعون في الحملة لتنظيم أسبوع بيئي في شهر سبتمبر المقبل يشمل تنظيف الشواطئ اللبنانية. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بلدة أرنون، جنوب لبنان.